مسرح السامر عام 1975 وتم تكوين الفرقة عام 1971. ثم توقف المسرح عام 1975. ثم حدث افتتاحه مرة أخرى عام 1978 ليوصف على مسرح مشاطر. ثم توقف بعد ذلك نتيجة انتهاء 2002. وفي 2007 صدر قرار الجمهوري بتجديد المسرح. وأقيم مرة أخرى مسرح مؤقت حتى توقف رسميا عام 2013. وضمن جمهورياتنا الجديدة بعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم وضع حجر الأساس 2021. واليوم الأحد الموافق 16 يوليو نشهد سويا افتتاح مسرح السامر. هذا الصرح الثقافي والذي يضاف إلى المنارات الثقافية المصرية بقيادة معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة ليلى كلاب. مسرح السامر مسرح عريق ومتخصص في الفن المسرحي الشعبي، مغلق من سنوات عديدة، أكثر من يمكن 25 سنة لأسباب عديدة كان أغلبها فني. الحمد لله تم تدشين بداية التطوير في عام 2021، والحمد لله يعني استكملنا خطة التطوير، والنهاردة إعادة تشغيل وافتتاح مسرح السامر. وطبعا يعني في وجود سيادة المحافظ يعني كان متابع يوم بيوم الانتهاء من أعمال التطوير وبداية التحضير للافتتاح. وطبعا المسرح ده تابع لهيئة قصور الثقافة، وأنا بشكر يعني كل الناس اللي ساهموا واشتغلوا على إعادة افتتاح مسرح السامر، لأنه مكان مهم جدا بالنسبة للناس المهتمة بالتراث الشعبي في الفنون المسرحية المختلفة. مسرح السامر منصة لإطلاق العروض المسرحية الشعبية من جميع المحافظات اللي بتخرج منها الفنون التلقائية والشعبية، وطبعا بيساهم في تقديم المواهب الجديدة من جميع المحافظات في هذا المجال. أنا النهاردة سعيد بوجودي بصحبة معالي الوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني. طبعا يعني مسرح السامر أنا يمكن حضرت تدشين أعمال تطوير المسرح في عام 21، ومن وقتها المحافظة قامت بكل الإجراءات اللازمة من حيث التراخيص والمتابعة للانتهاء من المسرح، نظرا لأهميته وخدمة يعني المواطنين في محافظة الجيزة وغيرها. مسرح السامر تم إغلاقه من 31 سنة، وهو يعتبر علامة من علامات المسرح الأقاليم، وهو المتنفس الوحيد لفناني الأقاليم في القاهرة، وهو يعد من أهم المسارح حاليا الموجودة في القاهرة وخصوصا في منطقة العجوزة، لأنه تضم مسرح البالون والغد، فهو في منطقة ثقافية ويتردد عليها كثير من الجمهور ومثقفي ومحبي المسرح. مبروك للناس، احنا ثقافة جماهيرية، العروض مجانا وبنستقبل الناس في أي وقت إذا كان عروض مجانا. اهلا وسهلا بيكم، احنا النهارده في افتتاح مسرح السامر مسرح العريق.